نفتتح ضمن جدول أنشطة مهرجان القرين الثقافي 21 تحت شعار الكويت مركزا إنسانيا وعالميا محاضرة الأخ العزيز والزميل الكريم الأستاذ مهنا المهنا. ومن ضمن المصادفة أن مهرجان القرين 21 سنة وتقريبا علاقتي بالأخ مهنا أكثر من 21 سنة أو 21 سنة تقريبا. كنت خمس سنين عمرك. وعنوان المحاضرة هي أثر الأدب العربي في الآداب الأوروبية، وأعدكم بمفاجأة سيلقيها إن شاء الله. إن شاء الله. وأي ملاحظات وكذا إن شاء الله بعد أول شيء مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن تأثير الحضارة الإسلامية العربية في أوروبا حديث ذو شجون وذو أشجان كذلك في نفس الوقت. حضارة احتكت بحضارة ما، الحضارة الأولى غربت شمسها حين بزغت شمس الحضارة الأخرى التي سادت وحاولت ولا تزال تحاول أن تبيد الحضارة التي كانت السبب والعلة الأولى لنهضتها وتقدمها. حضارة الإسلام حضارة عالمية وإنسانية في نفس الوقت، علمت الإنسانية الحوار من الآخر، علمت الإنسانية التجانس، علمت الإنسانية العيش لكل دين ولكل جنس. ظهر الإسلام وكان في مكة وفي المدينة ناس من أجناس وأصول مختلفة، كان فيهم الحبشي وكان فيهم الرومي وكان فيهم الفارسي، كان فيهم المجوسي والوثني واليهودي والنصراني. وتأتي أوروبا الآن لتعلمنا الحوار على الآخر. أوروبا التي قامت نهضتها على احتلال الشعوب الأخرى، قامت على فناء الآخر، أفنوا ما يقارب 150 مليون هندي أحمر في أمريكا في القارتين، أبادت الشعب قارة كاملة في أستراليا، لم يبقى منهم إلا بالألوف بعد ما كانوا بالملايين، لأن بعض العلماء يقدر أن أهل أستراليا الأصليين من بعد اكتشاف الرجل الأبيض لها لو استمر الشعب بالتكاثر ولم يفنهم الإنجليز السكسون، قدروا أن عدد سكان أستراليا حد الآن 300 مليون، لم يبقى من الجنس الأصلي إلا ألوف، وقيل بعضهم أنه لم يبقى منهم إلا 9000 شخص. الحضارة هذه المهيمنة السائدة الوحشية التي قامت على ثروات الآخرين وعلى إبادة الأقوام الأخرى هي التي الآن تأتي لتعلمنا الرضا بالآخر. وهذا مما يحز في النفس، مما يحز في النفس أن يكون هناك في جميع القوانين الأوروبية الغربية قانون بعدم التكذيب في الهولوكوست، فلا يستطيع أي باحث أن يقلل من رقم 4 مليون. لو قال 3,999,000 كعادة بعض الرؤساء العرب لما لطرد من الجامعة. قانون إذا استهزأت أو استهزأت باليهود طردت من الجامعة، وحدثت مع أساتذة جامعيين. قانون لو شككت ببروتوكولات حكماء صهيون لطردت من الجامعة. ثم تأتي بكل وقاحة وتقول حاور الآخر، الآخر الذي لم يحترمنا، احتل بلادنا 300 سنة، غير التربة، الجزائر والهند كانت من أعظم الأراضي في الزراعة، ومصر كذلك. مصر ما كانت تنتج القمح، حولها الإنجليز إلى الإنتاج القطن لكي تشتغل من صانع يوركشاير في بريطانيا، مشهور القطن والصوف الإنجليزي في العالم. الهند كانت تبذر البذور للقمح، غيروها إلى صناعة الشاي عشان يكون الشاي الإنجليزي أحسن شاي في العالم. الجزائر أم القمح كانت في الإمبراطورية الرومانية، حولوها إلى زراعة العنب لإنتاج نبيذ بوردو في فرنسا، أفضل نبيذ في العالم راقي. ثم تأتي أوروبا الآن لتعلمنا الحوار مع الآخر والرضا بالآخر. عموما أنا ما راح أتكلم إلا عن نوع واحد من التأثيرات الإسلامية الحضارية الإسلامية في أوروبا، اللي هي الحضارة أو التأثير الأدبي بالذات. لن أتطرق إلى الحضارة العلمية أو الحضارة الفكرية أو التأثيرات الفلسفية أو الدينية، وإنما سأخصص حديثي عن
الأدب العربي، هذا واحد. اثنين، في مكان معين فقط اللي هو شمال أسبانيا أو جنوب فرنسا، المنطقة يسمونها منطقة الباسك اللي هي موجودة الآن في شمال أسبانيا، ومنطقة إقليم البروفانس في جنوب فرنسا. صرح الحديث عن التأثير الأسباني الفرنسي في أدب أوروبا وعن الناحية الأدبية فقط دون التطرق إلى التأثيرات العلمية أو الفلسفية أو أي آثار أخرى. يلاحظ أن أوروبا بعد احتكاكها بالمسلمين جت فترة اللي يسمونها عصر النهضة. أوروبا عموما بعد العصور الوسطى اللي انتهت بدخول محمد الفاتح إلى اسطنبول سنة 1453 تحولت أوروبا إلى العصور الحديثة. لكن العصور الحديثة نقدر نقسمها إلى أقسام. أول شيء كان عندهم عصر الإصلاح الديني اللي طلع في ألمانيا على يد مارتن لوثر. مارتن لوثر نقد الكنيسة الكاثوليكية وعلق احتجاجاته على باب الكنيسة، والبروتستانت في اللغة الألمانية معناها المحتج، فالبروتستانتية معناها المحتجون. مارتن لوثر كتب احتجاجاته ب 12 بند، أن ما يصير الاتصال بين الإنسان وبين ربه يحتاج إلى وسيط، وهذه هي فكرة إسلامية. التقديس الكاثوليك للرموز والأصنام اللي كذا تحولت كانها ديانة وثنية، كان ضد هالقضية، إضافة إلى إعطاء سكوك الغفران. يعني كان أي واحد الأوروبي دائما يعيش بين نقطتين، نقطة الميلاد ويتم فيها التعميد ويكون لك عراب قد فاذر اللي هو يعطيك الاسم النصراني لك ويتم فيها التعميد، فلازم واحد القسيس يعمدك ويوكلك فيما بعد عقب ما تكبر، اللي هو الخبز اللي هو كناية عن جسد سيد المسيح، والنبيذ اللي هو كناية عن دم سيد المسيح عليه السلام، وفي النهاية يتم فيها الاعتراف أنك تعترف لقسيس بما عملت به من كبائر وذنوب لكي يغفر لك الخالق في الآخر عن طريق هذا القسيس. لما جاء مارتن لوثر وتابع بعدين رحلته هيس وتابع رحلته كالفان اللي أباح الربا في أوروبا، هذولي كلهم كان لهم في تأثيرات إسلامية. يذكر الدكتور عمر فروخ رحمه الله أن أستاذه المستشرق الألماني الشهير جوزيف هيل يقول أجزم تماما أن مارتن لوثر عندما كان يكتب احتجاجاته ويعلق على الكنيسة كان ينظر في القرآن الكريم، يقول كان يجزم تماما في ذلك، لأن الأفكار اللي عرضت عند مارتن لوثر هي أفكار إسلامية أو أفكار قرآنية. هذا بداية العصر الإصلاح الديني في أوروبا اللي أعقبه فيما بعد حركة الكشوف الجغرافية. حركة الكشوف الجغرافية السبب فيها أو ما دعا أوروبا إلى الكشوف الجغرافية اللي أدت فيما بعد إلى دخول أوروبا في العصر الحديث هو إغلاق البحار الداخلية مثل البحر المتوسط والبحر الأسود بعد هيمنة الدولة العثمانية عليها. فصار البحر المتوسط والبحر الأسود، لأن كانت روما أو الإمبراطورية البيزنطية تتاجر مع شمال البحر الأسود اللي هو منطقة القوقاز هذه ومنطقة أوكرانيا، المناطق هذه، فكان يأخذون منهم الجلود والفراء ويبيعونها في المستعمرات. وبعد ما دخلت الدولة العثمانية واحتلت أو فتحت البحر الأسود ومنطقة البحر المتوسط صارت البحيرات هذه بحيرات إسلامية، مما اضطر الأوروبيين أو الأسبان خصوصا بعد سقوط الأرناطة إلى التوجه إلى البحار المفتوحة. كان التوجه للبحار المفتوحة هو سبب ظهور الإمبريالية أو الاستعمار فيما بعد، بعد اكتشافهم قارتين، وكانت القارتين هذه اللي هي أمريكا الشمالية والجنوبية موجودة في الخرائط الإسلامية عن طريق الخريطة اللي يسمونها الخريطة الجاوية نسبة لمنطقة أو جزيرة جاوة في أندونيسيا، ونسبة لخريطة بيري الرئيس الذي رسم، وأنا أتمنى أن جايب الخريطة وياي بالحجم الطبيعي، أنه راسم منطقة أمريكا الشمالية المنطقة هذه البحر الكاريبي اللي فيه كوبا، وراسم المنطقة اللي فيها فنزويلا اللي هي الجزء المثلث. كان بيري الرئيس رئيس البحرية في الدولة العثمانية كان راسم هذه الخرائط، وما لا شك أنهم تأثروا الأوروبيين في كشوفهم الجغرافية بهذه الخريطة. بل والأعظم من ذلك أن الأديب الفرنسي المشهور بلاشير ذكر أن أول من الثابت تاريخيا أنه أول من أطلق اسم أمريكا على أمريكا، مع أن اللي شاف الأرض الأول كان كريستوفر كولومبوس، لكن الاسم أخذته من أمريكو فيزوبيتشي. يذكر بلاشير يقول أن أول من أطلق اسم أمريكا على القارة الجديدة هو الجغرافي الألماني العظيم اللي عاش في القرن السادس عشر اسمه فالد سيمولر.
فالسي مولر هو اللي أطلق اسم أمريكا على القارتين الجدد اللي هي الشمالية والجنوبية. ويذكر بلاشير الأديب الفرنسي أو الفيلسوف الفرنسي أو المستشرق الفرنسي أن سبب تسمية أمريكا بهذا الاسم هي منسوبة أول من نسب القارة إلى اسم أمريكو اللي هو فالسي مولر. فالسي مولر يذكر أن الاسم الحقيقي لأمريكو فزوبيتشي هو اسمه الحقيقي ألبيركو وليس أميركو أو أمريكو، لكن من الصدف أن لما جاء يطلع في رحلته البحرية كان كل بحارته عرب مسلمين من الموريسكيين، وتعرفون أحسن بحارة كانوا في هذا العصر كانوا المسلمين. أول شيء عندهم البوصلة، اثنين معارفهم بمواقع النجوم والرحلات، وعندهم اللي يسمونها غيوب ماجلان، وهذا معروفة في الجغرافيا أن أول ما اكتشفها العرب المسلمين غيوم ماجلان اللي متابعة دائما القطب الجنوبي بحيث يوجههم إلى، لأن السهيل دائما عادة تكون في شمال والقطب الجنوبي الجدي مثلا أو كذا يصير في الناحية الجنوبية. فالمسلمين هم ما اكتشفوا غيوم ماجلان اللي أطلقت فيما بعد اسم فرناند ماجلان. فكان أمريكو فيزوبيتشي كل بحارته من العرب المسلمين كما يذكر فالزيمر. فقال لهم رئيس البحارة، قال هذا يعني يعلم البحارة العرب أن هذا هو قبطانكم، هذا أميركم. فاستفهم منه أمريكو فيزوبيتشي اللي كان اسمه البيركو ماذا قلت لهم، قال قلت لهم أنك قبطانهم. قال لا أنت استعملت كلمة غريبة. قال نعم قلت لهم أنك أميرهم. قال خلاص أميرهم ماذا تعني؟ قالوا قبطانهم. قال من الآن أنا اسمي أميركو وليس البيركو. فالاسم العربي الأميركو هو اللي يطلق على أمريكا فيما بعد، فالعرب هم اللي مسمين كذلك القارتين. هذه الكشوف الجغرافية كانوا الأوروبية بحاجة للبوصلة وبحاجة للمدفعية اللي يسيطرون فيها على الحضارات المكتشفة في سواء المايا أو الأنديز أو اللي موجودة في أمريكا الأمريكتين. طبعا أبعد الشعوب يقدر من الهنود الحمر اللي مات 150 مليون هندي أحمر في القارة الأمريكا الشمالية. نجي للأدب، أنا ما بغيت أتوسع بعد بالجغرافيا بس الحين على أساس ما استطرد بتوجه حق الأدب. أوروبا لا شك أن أول نهضة أدبية شعرية صارت في أوروبا، هذا من ثابت عند المؤرخين، بظهور شعراء يسمونهم تروبادور. تروبادور تعني الشعراء الجوالون. هذا الشعر نشأ في منطقة اللي هي مقليم الباسك الآن اللي يريد الانفصال عن حكومة أسبانيا في مدريد. إقليم الباسك كانوا محتفظين في ديانتهم أو فهمهم الخاص للنصرانية، فسير عليهم البابا حملة صليبية يسمونها الحملة الألبيجية للقضاء على الهراطقة. مو دائما حنا نسمع كلمة الهرطقة أو الملحدين في التاريخ الأوروبي نعتقد أنهم كانوا ملحدين. بمجرد ما يقوم قوم أو شعب من ما أو جماعة ما بمخالفة نصوص الكنيسة الكاثوليكية يطلق عليهم اسم الملاحدة أو اسم الهراطقة أو الزنادقة. فمو بالضرورة يكونون هذولا كانوا ملحدين، وإنما لمخالفتهم مقررات الكنيسة الكاثوليكية في روما يكفي هذا لإطلاق عليهم اسم الهراطقة أو الزنادقة أو الملاحدة وتسيير حملة صليبية وحشية حتى إبادة أطفالهم. فوجه لهم البابا في حوالي القرن الحادي أو الثاني عشر الميلادي حملة يسمونها الحملة الألبيجية لمقاومة أو للقضاء على هذا الشعب اللي هو شعب الباسك أو يسمونه كما يسمونه المسلمين شعب الباسكنس. شعب الباسكنس طلع من هذولي الشعراء الترابادور. كان التأثير في إقليم الباسك في شمال أسبانيا وإقليم بروفانسيا في جنوب فرنسا. هذول الشعراء الجوالين نقلوا الأدب الأوروبي إلى نقلة نوعية جديدة جدا على أوروبا. كان الفن السائد أو الأدب السائد في أوروبا في القرون الوسطى هو الفن الكنسي. كل أدابهم كانت ما تعالج إلا موضوع لاهوتي كنسي أو الطقوس الكنسية، فاستمروا في هذا. الشغلة الثانية أن اللغة اللي كانت سائدة في التعبير عن أدبهم هي اللغة اللاتينية. لما طلعوا شعراء الترابادور صارت نقلة نوعية بعد تأثرهم بالمسلمين واجتماعهم بالمسلمين، صارت نقلة نوعية للأدب في أوروبا. أولا أنها تحولت الموضوعات من موضوعات دينية لاهوتية كنسية إلى موضوعات عن العشق، عن الغزل العفيف، عن الحب العذري، عن البطولة، عن الفروسية، عن إنقاذ الضعيف.
الشغلة الثانية أنها كانت باللغة العامية اللي تطورت فيما بعد إلى اللغات الأوروبية اللي صارت اللغة الأسبانية واللغة الإيطالية واللغة الفرنسية، هذه كلها لغات مشتقة من اللغة اللاتينية الأم. اللغات العامية هذه أو اللغات اللي تحدث بها الشعوب هي اللي فيما بعد صارت اللغات الأصلية في أوروبا. فترابادور هم عندهم بذرة تحول موضوعات الأدب من أدب لاهوت أو أدب كنسي إلى أدب يهتم بمشاعر وأحاسيس الشعوب، أو ما يطرق الإنسان من حب عذري إلى بطولة إلى رومانسية إلى إنجاد الملهوف إلى إغاثة المستغيث. فتحولت الموضوعات. اثنين، قاموا يغنونه على الربابة، تقريبا ما يقارب الربابة. حتى الآلات هذه خذتها أوروبا من الأندلس بعد انتقال زرياب من بغداد إلى أسبانيا، فعلمهم فنون الاتيكيت، فنون فيه دائما مقبلات في الأكل، السلطة كذا كذا، هذه ما تعرفها أوروبا يعني. انتقلت إلى الأندلس ومن الأندلس إلى أوروبا. علمهم التفريق في الملابس ما بين الملابس القطنية اللي تلبس بالصيف والملابس الصوفية اللي تلبس في الشتاء. علمهم طريقة الزيت النباتي، كانت أوروبا لا تعرف إلا زيت الخنازير للقلاء، فكانوا ما يقلون إلا بزيت خنزير. المسلمين كون الخنزير عندهم محرم، هم أول من استنبط زيوت النباتية، زيت الذرة أو زيت غيره من الزيوت. فصارت في نقلة سواء في الملبس أو في المأكل اللي هو دائما في المقبلات، السلطة والشغلات هذه، حتى يقبل الواحد قبل وجبته الرئيسية. هذول الشعراء الترابادور تبناهم بعض البارونات وبعض الدوقات في أوروبا، تبنوا هذه الشعراء وصارت النقلة اللي بعدين راح نشوف أثرها فيما بعد في شعر السوناتات عند شكسبير وغيره من أدباء أوروبا. الأوروبيين طلعوا باحثين مثل بريفولت في كتابه بناء الإنسانية، ومثل مع الأسف ما ترجم كتابه هذا، أتمنى المجلس الوطني يتبنى يعني ترجمة كتاب بريفولت بناء الإنسانية، أو كتاب بريبير اللي هو كتابه التكوين الفكري لأوروبا وقال أن أثر المسلمين، وكذلك غوستاف لوبون مترجم، وكتاب سارتون تاريخ العلم مترجم كذلك. أوروبا طبعا تأثرت بالإسلام، راح نجد في بداية القرن الثامن أو التاسع الميلادي نجد ملك حكم بريطانيا اسمه أوفا الأول. أوفا الأول موجودة العملة اللي سكت في عهده موجود في المتحف البريطاني، راح تجد العملة لا إله الله محمد رسول الله، وهذا استدل منها بعض المؤرخين على الرجل مات مسلما. والمفاجأة الأكبر من ذلك أنما عندما بحث قبره وجدوا جثة ملفوفة بخام من الحرير عليها آيات قرآنية وعليها الشهادتين، وهذا يعني أن الرجل مات مسلما. بل نجد رسالة موجهة من ملك بريطاني إلى الخليفة هشام الثالث، اسمحوا لي أقرأها لكم. يقول ملك بن جورج الثاني ملك إنجلترا والغال والسويد، الغال منطقة فرنسا، وكانت تطلق كذلك بلاد الغال على الولز لأنهم غالي نفس الجنس نفس الأصل. من الملك جورج الثاني ملك إنجلترا والغال والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام، بعض التعظيم والتوقير، فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيده الصافي بعاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. هذا ملك بريطانيا. وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس بعثة من بنات أشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف، لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظيمكم وحماية الحاشية الكريمة وحدب عطف يعني من لدن اللواتي سيتوفرن على تعليمهن. وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع جورج. فرحب فيه هشام الثالث، وفعلا أتت بعثة أوروبية من أشهر ثلاث بعثات، كانت من بريطانيا وعلى رأس الأميرة دوبان ابنة الأمير جورج صاحب مقاطعة ويلز الذي ربما تولى عرش إنجلترا فيما بعد. وهناك بعثة من ألمانيا ومقاطعة سافا والبافر ساكسونيا والراين، وقد بلغ عدد أفراد هذه البعثة 700 طالب وطالبة في عام 1293 ميلادي. وهناك بعثة فرنسية
برئاسة الأميرة إليزابيث ابن خالة لويس السادس ملك فرنسا. فالبعثات كانت متواصلة من الأقاليم الأوروبية إلى الأندلس لدراسة هذه العلم والاكتشاف من المسلمين. لكن الحدث الأهم راح نجده في، أنا حاول أختصر شوي، كان ترجمة أنطوان غالان لألف ليلة وليلة في عام 1704. أوروبا انهضت نهضة. طبعا من المعروف أن دانتي أليغيري أثبت المستشرق الأسباني أسين بلاثيوس في كتابه ورسالة الدكتوراه عن تأثر دانتي في الكوميديا الإلهية برسالة الغفران للمعري، وكذلك برسالة ابن الشهيد التوابع والزوابع، إضافة لقصة الإسراء والمعراج اللي كانت متداولة ترجمتها باللغة اللاتينية، فاطلع عليها دانتي أليغيري ووصف فيها الكوميديا الإلهية اللي هو قمة الأدب. كذلك نجد الأول أدب شعبي في بريطانيا هو حكاية شوسر. حكاية شوسر هي طريقة على طريقة ألف ليلة وليلة، ومباين التأثر الواضح في ألف ليلة وليلة. وكذلك حكاية الديكا ميرون في إيطاليا، وهي تقوم على واحد يسرد حوادث قصة ويجعل القصة عندما تصل قمتها أو حبكتها الدرامية يوقف ليكمل القصة مرة ثانية في ليلة أخرى. طبعا هذا التأثر واضح في ألف ليلة وليلة، واضح مع طبعا مكائد النساء مع التخفي مع كذا كذا، واضح كان التأثر في ألف ليلة وليلة. لكن صار حدث مهم جدا في سنة 1697 عندما قام واحد اسمه شارل بيرو فرنسي، فجمع الحكايات الشعبية اللي موجودة في الريف الفرنسي، وكان من ضمن الحكايات اللي تلقاها عن أفواه العجائز المسنات، وكتبها في كتاب وسماها حكايات شارل بيرو وأهداها إلى ابنه. كانت هذه الحكايات اللي نشرت 1697 تحوي السيد القط أو القط ذو الحذاء، والقصة الثانية الجميلة في الغائبة النائمة، والقصة الثالثة القبعة الصغيرة الحمراء، والقصة الخامسة عقلة الأصبع، والقصة السادسة الجنيات، والقصة السابعة ساندريون. ساندريون تعني الرماد أو تعني المطبخ. ساندريون باللغة الفرنسية تعني الرماد أو المطبخ، وهي قصة فتاة كانت عندها زوجة أب زوج أم عندها زوجة أب عندها خوات كانوا يضطهدونها يجعونها دائما في المطبخ لا تشاركهم في الاهتمام اللي اهتمها فيهم أمهم، وكانت أمهم تغار منها الجمال البنت ساندريون اللي انتقلت بعد ترجمتها الإنجليزية إلى القصة الشهيرة في العالم اللي هي سندريلا. سندريلا هو الترجمة الإنجليزية لساندريون اللي هي الكلمة الفرنسية. سندريلا طبعا بعدين صار حفل من الملك، الملك دعا هذولي، البنت استاءت جدا انها ما دعيت، فالام قامت لبست بناتها وكشختهم عن بشعات وقبيحات الى حفلة الملك. الملك ما لفت نظره اي واحدة من الحاضرات، طبعا تفاجأ، وكانت سندريلا حزينة في المطبخ والرماد يكسو ثوبها الموسخ، عشان كذي سموها سندريلا لانها ثوبها من الرماد من كثر رماد الطبخ. فاجتها عرابتها ولبستها أحسن لبس وعطتها جواتي وقال حاولي تكونين قبل الساعة 12 تكون خارجة من الحفل. فذهبت سندريلا إلى الحفل الملك، والملك أعجب في سندريلا، لكن سندريلا قبل 12 ركضت وسقط حذائها، وصمم الملك على أن يقيسون الحذاء في بنات المملكة حتى اللي يلبس حذائها الرجل اللي تلبسها هي البنت المطلوبة يعني، وتزوجها وعاش أحسن عيشة وكذا كالقصص. لكن النقد الحديث أثبت أن هذه القصة مأخوذة من الأدب اليمني، يسمونها أدب قصة وريقة الحناء. وريقة الحناء هذه من قصص الأدب اليمني. كانت وريقة الحناء قد ماتت أمها فتزوج أبوها على زوجة أخرى، والزوجة الأخرى اللي تزوجها كان عندها بنت اسمها كرام أو كرام، لا أضبط ضبطها بالضبط، كرام وكرام. هذه البنت كانت هي المدللة عند أمها، وكان أبوها غافل عنها ولا ينتبه إلى أن زوجته الجديدة تضطهد بنته، وكانت كل يوم من الأيام وحدها لزوجها البنت كرام اللي تذهب بالبقر، ويوم الثاني كانت وريقة الحنة اللي هي راح نشوفها بعدين اللي هي سندريلا كانت تذهب بالبقر. وكانوا يلقون عجوز على نبع الماي، العجوز هذه هي كان لما تدعو سندريلا أو وريقة الحنة تقول أعطيني من الأكل وياك أنا جوعانة، تعطيها أنت يا
وريقة الحنة، بينما إذا ذهبت كرام أو كرام لا تعطيها شيء من هذا. فقالت أنا إن شاء الله راح أوقف ويشفي كلها. ويوم الأيام الملك اليمني دعا أجمل بنات اليمن لحضور قصره للاحتفال، فضمن المدعوين خذت هذه الأم الثانية زوجة الأب بنتها كرام القبيحة إلى الملكة لحضور الحفل، لكن الحفل ما اهتم فيهم الملك. وريقة الحنة تفاجأت بعد بكائها في المطبخ في قدوم هذه العجوز اللي كانت تساعدها بالأكل، وقالت ليش تبكين؟ قالت أنا ودي أحضر الحفلة اللي فيها الملك. فقالوا خلاص أنا راح الحين أسوي لبسك إلى أجمل لبس وأجمل لبس وأجيب لك كذا. فتبين أنها ساحرة، فلبستها أحسن لبس، لبستها أحسن جوتي الله يعزكم. فراحت وريقة الحنة إلى حفل اللي أقامه ملك اليمن، ولما دخلت أبهرت الأمراء اليمنيين وأبهرت الملك بجمالها الصارخ. فالملك تعلق فيها، وكان عندها موعد، قالت لها العجوز هذه اللي كانت تساعدها قالت حاولي لا تأخرن عن نص الليل، لأن نص الليل ممكن أنت راح تجدي ملابسك تغيرت تماما، لأن هذا النفنوف نفنوف سحري، نص الليل راح يختفي كل شيء. فحاول تسبقين تخلص من الحفلة توصلين حق بيتك قبل لا يشوف اللي خلص نص الليل. فورقة الحنة اليمنية بعدما اقتراب من نص الليل الموعد حاولت الإسراع للذهاب إلى الكوخ أو بيتها حتى لا يتحول اللبس الفاخر اللي عليها إلى نفنوفها القديم اللي هو القدر اللي في المطبخ تطبخ فيه. وأثناء خروجها سقط منها الحذاء في قصر الملك اليمني، فهربت. الملك قال للحراس والجيش اجمعوا لي وين صاحبة الجوتي، قالوا كانت موجودة وهربت يعني لبيتهم. قال خلاص اعلنوا في المملكة اللي رجلها راح نقيس حنا الحذاء بأرجل البنات اليمنيات اللي في المملكة، واللي اللي توافق جوتيها حجم رجل البنت هذه المطلوبة، البنت اللي أبيها لتزوجها أنا. فنفس قصة سندريلا بالضبط، كانوا ماخذينها الفرنسيين عن طريق الأدب اليمني اللي كان منتشر في الأسبان والأندلس. ولا ننسى ذلك أن الأندلس أكثر القبائل اللي صارت بالفتوحات كانت من قبائل البربر والقبائل اليمنية، فهي ما مستغرب أنها تكون الحوادث الحكايات الشعبية اللي منتشرة في اليمن انتقلت معهم كذلك في فتوحاتهم. في من المواقف كذلك لافونتين أول من كتب قصص الحيوان في الأدب الأوروبي عامة. لافونتين في الجزء الثاني يذكر أنني تأثرت في كتابة في المجلد الثاني، وسأقول فقط عرفانا بالجميل أنني أدين بالقسم الأعظم من كتابي هذا اللي هو قصص مختارة لبيديا لبيدبا الحكيم الهندي في كليلة ودمنة التي ترجمها ابن المقفع. راح نجد فولتير قرأ ألف ليلة وليلة 14 مرة كاملة. أغاثا كريستي في قصتها القاتل الغامض تقول أنا تأثرت في قصص ألف ليلة وليلة. شيرلوك هولمز اللي ألف قصصه آرثر كونان دويل يقول أعظم أدب أنا قرأته هو أدب ألف ليلة وليلة، وطلع منه أدب الجريمة. راح نجد مثلا عندنا لما صوت ذكر الباحث الرحالة البريطاني دوغلاس سيلدن بعد رحلة القاهرة يقول من أن ألف ليلة وليلة بترجمة إدوارد لين هي العمل الكلاسيكي الأجنبي الأعظم بعد الكتاب المقدس. وكذلك يذكر لما صووا إحصائية في الأدب البريطاني قالوا أنها تدرج ألف ليلة وليلة في العصر الفكتوري. العصر الفكتوري هي عصر الملكة فيكتوريا اللي حكمت بريطانيا 60 سنة، ضمن الكتب العشرة الأكثر انتشارا في عصر البريطاني. تذكر باحثة مشهورة جدا في التاريخ اسمها لاستر لها كتاب اسمه من أسبانيا إلى إنجلترا، أن إدوارد بوكوك ترجم قصة حي بن يقظان لبن طفيل إلى اللاتينية سنة 1671، اللي فيما بعد راح نجد في عام 1708 دانييل ديفو اللي كتب قصته المشهورة روبنسون كروزو تأثر فيها في قصة حي بن طفيل، وألف قصة أن روبنسون كروزو تنكسر سفينته فيجد نفسه وحيدا على جزيرة ثم يعيد بناء حياته في هذه الجزيرة، وهي الحياة التي ذكرها الفيلسوف الأندلسي بن طفيل في كتابة قصة حي بن يقظان الذي وجد نفسه على ظهر جزيرة وحيدا
ليس معه أحد، فشغل مخه لكي يعيش أو يتواء من حياته. طبعا حي بن طفيل فيما بعد تطور إلى أفلام طرزان، اللي هو الولد اللي ابن الغابة اللي يعيش في جزيرة، قالوا غيروا الجزيرة إلى غابة، ورجل وجد فيها. طبعا راح نجد أن الأدب الإيطالي اللي طلع نهضة الكبيرة في يد دانتي أليغيري في الكوميديا الإلهية، أو في قصص الديكا ميرون على يد بوكاتشيو، احتذت حذو ألف ليلة وليلة في القصص، من حيث كانت تطيج عن طريق رواية، واحد يروي قصة والقصة هذه عندما نصل إلى حبكتها توقف ليكمل في اليوم الثاني. راح نجد فيها قصص خدع النساء والمكرهم، راح نجد فيهم بعض الـ 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 أن القصة تحتوي على مثل أو على حكمة معينة، ينهي القصة فيها أنه كذا وكذا، أنه يعطيك خلاصة القصة عن طريقة مثل أو حكمة تحفظ. لكن لو تتبعنا أول واحد طرح فكرة الحوار مع الإسلام، راح نجد أن ريمون لول اللي عاش من 1232 إلى عام 1316، الذي رأى أن الإسلام أكثر الأديان جميعا قربا للمسيحية، فتعلم اللغة العربية ونذر نفسه في الأديرة للتعليم والتأليف بها وتعليمها. ثم نجد روجر بيكون اللي قامت على إيده الفلسفة الحديثة، أنه كان يجيد اللغة العربية، وكانت اللغة العربية منتشرة آنذاك، بل بعض الباحثين مثل الدكتور حمد الزغزوق وزير الأوقاف السابق المصري ذكر أنه لما دخل مكتبة ديكارت الخاصة وجد كتاب المنقذ من الضلال مترجم إلى اللاتينية في مكتبته الخاصة، اللي بنى على أساسه كتابه اللي قسم الفلسفة في أوروبا من العصور الوسطى إلى العصر، اللي هو مقال في المنهج، يسمونه المنهج في الطريقة أو مقال في المنهج. يقولون أنه تأثر في الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، لأنه تكلم عن معاناته النفسية والعقلية في البحث عن الحقيقة، حتى توصل إلى منهج الشك الذي سبقه الغزالي بحوالي 600 سنة في اكتشاف منهج الشك، وطرحه في كتابه المنقذ من الضلال. وأنا ما كنت بيخوض في غير الأدب، لأن مثلا أن الآمدي هو اكتشف الحروف البارزة قبل برايل 800 سنة، والشك كذلك عند النظر. طبعا المنهج المعتزلي كذلك ترجمت، لكن الشك قديم، لكن اللي صاغ في كتابه هو كان حامد الغزالي في المنقذ من الضلال. صوت الحاضر مش كثر خلاص. انا ما بيك تتكلم عن حتى التاثيرات الاخرى، لان جوتا على سبيل المثال، جوتا وقعت في ايده مصحف، كان أحد الجنود الألمان كان قادم من أسبانيا، وكان معه ورقة مصحف فيها صورة الناس، فحاول ترجمتها سنين طويلة، ثم تأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم وألف كتاب كامل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة لكتابه المشهور اللي ترجم الدكتور عبد الرحمن بدوي الديوان الشرقي للمؤلف الغربي. وأثناء التحالف الدولي لهزيمة نابليون بعد غزوة لروسيا 1815-1814 اللي ألف رائعته ليو تولستوي الحرب والسلام، يعتبر هذا الكتاب طبعا أحسن وصف للغزو الروسي الفرنسي لروسيا، ويقولون اللي هزم نابليون كان هو الجنرال وينتر اللي هو الشتاء القارص، اللي هو فيما بعد الجنرال وينتر راح يهزم هتلر كذلك في تقدم الاسترينغلارد، وموقفه الأسطوري في تجاه الجيوش الألمانية، هو الجنرال وينتر الشتاء. وطبعا ما في شك أن شجاعة الروس في الدفاع عن وطنهم لا شك أن هذا له دور كبير. تولستوي كان متأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم، له كتاب اسمه حكم النبي محمد ترجم أخيرا. راح نجد مثلا من أشهر الآداب الأسبانية دون كيشوت أو صحيح دون كيخوتوي لمؤلفة ثرفانتس. ثرفانتس أسر في الجزائر لمدة 5 سنوات، وبعد أسره في الجزائر ألف قصة دون كيشوت اللي يعتبرها دستيفسكي أعظم قصة في التاريخ. دستيفسكي مرة سئل قال أن أعظم قصة كتبت في التاريخ هي دون كيشوت، لو يقول لو سئلت عن أعظم قصة لقلت أنها دون كيشوت. حاول أنه يحاكيها
كل الناس مهتمة بقصته الأخوة كارامازوف، أو قصته الثانية بيت الموتى مذكراته لما كان في النفي في سيبيريا، أو قصته مثلا المقامر، أو قصته الجريمة والعقاب. أنا أرى القصة الأبلة أحلى قصصة، أنا شخصيا الأبلة الأمير مشكين، وأرى أنه مقارب مني الأبلة بعد شوي، فأنا أحب شخصية هالقصة هذه. الأبلة حاول دوستويفسكي أنه يجاري دون كيشوت في قصته، لأن الأبلة الأمير مشكين كان على 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 صفاء النية، كان لا يتعب لا يعرف الخبث أبدا، وكان بعض الأرستقراطيين الروس إذا ما تصير في الحفلات يجتمعون عليه ويسألونه، فكان يجيب بصفاء نية، فهم حسبالهم أنه غبي. هو لا، هو صافي النية، ما كان عنده الخبث الذي يعتور البشر عادة في حقدهم وصوت قلوبهم. فالأدب الروسي كذلك له تأثيرات. لما نجي حق الفرنسيين تجد دريبر يقول في التكوين الفكري، يا ريت نتمناه، يعني نتمنى المجلس الوطني هذه القضية بسارة، والله مهم أن الكتاب هذا لأن الكتاب هذا يعني يحاولون أنهم يطمرونه ما يطلع كتاب في جزئين. كتاب عندي أنا شريته الأيام من طريق هذا أمازون ما يشوف. الكتاب هذا مهم جدا في التكوين الفكري لأوروبا، يعني أوروبا الله يعزكم حتى الحمامات لم تعرف أوروبا الحمامات إلا بعد غزو نابليون لمصر. أول مرة يشوف الحمام الواحد يقضي فيه الحاجة في مصر، فنقل نابليون الحمامات إلى فرساي، فأول حمام بني في أوروبا كلها بعد 1798. أول مرة تعرف أوروبا الحمام لقضاء الحاجة، نقلها نابليون من البيوت المصرية طريقته إلى متحف فرساي اللي هو القصر الملكي. الأندلس طبعا يعتبرون بعض الناس أعظم حضارة في التاريخ، فحتى الأكل الإتيكيت السلطة المقبلات اللي قبل على الأكل، في كتاب مهم جدا حق واحد اسمه الحسني اسمه ألف اختراع واختراع، ذكر فيه ألف اختراع في اختراع الحضارة الإسلامية اللي سبقت فيه العالم. يعني دائما أنا أقول حتى الماء الحار والبارد عرفوا عنه الأوروبيين، يعني كان قصر ابن أفرح العبسي العباسي يقولون عاد ابن الجوزي في كتابه المنتظم يقول وكان في بيته الباثنيون العجيب، الباثنيون الحنفية، يعني كان إذا أدرته يمينا الماء حار وإذا أدرته شمالا ما يبارد. عندهم مصابغ طبعا، مصبغة تودي هدومك وغسيل كوي وكذا وتردها، يعني عندهم كل الأمر هذا. وقلت مرة لكم أن المعتضد هو أول واحد حط العطلة يوم الثلاثة، يقول كان العطلة جمعة، فيقول لا ليش مريح الناس هم الثلاثة كذلك عطلة، فيصير يومين بالأسبوع عطلة، يوم الجمعة عطلة ويوم الثلاثة عطلة. الشعر السونيتات اللي كتبها شكسبير كان متأثر بشعراء التروبادور اللي هم الشعراء الجوالين، بل في بحوث جديدة الآن أن لعاقبة اللي أول من حكموا في الثورة الفرنسية كانوا في الأصل من المورسكي من العرب المسلمين اللي كانوا جايين من جنوب فرنسا، فتجد عندهم هيئة الأمور معروف أنها هيئة المنكر، كان بالليل عندهم تسكر الحانات وأي واحد يطلع بالشارع أو واحد يغلط على الحربة ينطق، ويقولون هذه من تأثيرات المورسكيين أصلا اللي هم جالية كبير، لأن جالية اللي عقب ما صارت الإبادة اللي شنوها الأندلسيين، تصور محاكم التفتيش وقفت 1813 بعصر نابليون عندما احتل اسبانيا، 1813 وقفها نابليون محاكم التفتيش، وجدوا بعض الأديرة في أقبيتها ناس يعذبون. فلما دخل نابليون على اسبانيا وضم هالخو جوزيف اساس يحكم اسبانيا وقف محاكم التفتيش، فانتقال اهل اقليم البروفانس هذول الفرنسيين الى باريس وتوليهم السلطة اللي يسمونهم بالتاريخ حكم الإعاقبة. حكم الإعاقبة لو أي واحد فتح كتاب في الثورة الفرنسية راح يجد حكم الإعاقبة هو أول من تولوا السلطة في الحكومة الثورية في فرنسا، هم اللي كانوا عندهم طريقة الهيئة هذه، تسكر المحلات في وقت معين، اللي يتحرش في النساء يضرب، الطريقة هذه للجو العسس اللي في باريس. بل لم تكتفي بذلك أوروبا، حتى من أكبر قاعات برلين سمته باسم محمد أمين الخانجي صاحب الكتب الشهيرة المصري. يعني أوروبا بعض المنصفين مثل جورج سارتون أو مثل بريفولت أو دريبير أو غوستاف لوبون ذكر كذلك أن هناك جاليات عربية عاشت في فرنسا يقول لحد الآن معروفة، وعاشت لأن المسلمين استقروا 80 سنة في سويسرا واستقروا في شمال إيطاليا واستقروا في جاليات يقول معروفة بلون شعورهم بلكنتهم بأنوفهم اللي يقول أنوفهم السامية هذه موجودة، كان معروفين موجودين في فرنسا موجودين في سويسرا وفي إيطاليا. بل وجدنا بعض العملات في النرويج، عملات عباسية في النرويج وفي السويد
تصور القوافل الإسلامية وصلت إلى الدول الاسكندنافية في هذا البعد. إضافة إلى ما عرفته من إنجلترا وإيرلندا، حتى ذاكر أبو الفدا في تقويم البلدان يقول وإيرلندا تكثر بها المعادن، وهذا صحيح، وتكثر فيها الفتن. حتى شوف الثورات المتعددة للإيرلنديين اللي تخلص من الإنجليز، حكم الإنجليز من القرن السابع الهجري، قاعد يذكر أبو الفدا أن كثرت فيها الفتن، كثرت الثورات فيها. بل المسعودي ذكر باريس في كتابه مروج الذهب، والمسعودي 1345 هجري، يقول وقاعدة بلاد الفرنجة هي باريزة، وهي على نهر عظيم عندهم، باريزة يعني باريس. وذكر إنجلترا، قال وهي جزيرته على البحر يعني تقابل بلاد الفرنجة، لأن الفرنجة هي أصلا فرانكس، قبائل الفرانكس القطية اللي هم من القبائل البربرية، هذه بربريانز اللي عاشوا في فرنسا، هم قبائل الفرانكس اللي تحولت إلى الفرنجة عند العرب، ثم تحولت إلى فرانس اللي هي أخذت حرف الكاف منها وصارت فرانس، مثل الوندال اللي صارت الأندلس، هذه قبائل الوندال، فهي بقايا. والجرمان كذلك اللي قعدوا في ألمانيا تحولت إلى ألمانيا اللي هي جرمانيا. فالتأثيرات في الأدب أنا حاولت أختصر كثير ما أقدر، ولا عندي شواهد كثيرة جدا في الموضوع. وأشكركم إخواني، وتشرفت بحضوركم. نشكر الأستاذ مهنا مهنا على أول شيء على اختصاره الشديد، ثم على المعلومات التي عايشنا بعضها معه وأخفى عني بعضها أيضا. وبالنسبة لي إذا في أسئلة أو شيء، إذا حد عندنا سؤال أو استفسار أو شيء. الدكتور عبد الرحمن بدوي، عبد الرحمن بدوي، والقبائل اللي بدأت تهاجر في الفترة الأموية للأندلس، أي قبائل؟ لا لا، عبد الرحمن بدوي مؤرخ وفيلسوف في نفس الوقت. عبد الرحمن بدوي مر في مرحلتين من حياته، المرحلة الأولى اللي مرحلة الأربعينات إلى مرحلة الثمانينات، كان عبد الرحمن بدوي يرى أن الحضارة الأوروبية هي يعني أعظم حضارة رحت في التاريخ، وكان ينفي التأثر الأوروبي بالأدب العربي وكذلك بالعلم الأوروبي، وألف كتابه دور العرب في تكوين أوروبا الفكري. لكن عبد الرحمن بدوي في آخر كتابه اللي كتاب اسمه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب اسمه القرآن، انتقل الرجل بالمرحلة إلى أخرى. فالرجل صار من المناصرين تأثير الحضارة الإسلامية، من المعجبين بالحضارة الإسلامية، بل ذكر من الشواهد ما لا نعرفه، لأنه يجيد 10 لغاته، يجيد اللاتينية واليونانية القديمة والفرنسية والإيطالية والإنجليزية والفارسية كذلك، يجيد 10 لغات. اطلع فيها على، كان الرجل يدفن نفسه في مكتبة المكتبة الوطنية في باريس، يقرأ بالعشر لغات، يستطيع الوصول إلى معلومات لا نستطيع حنا الوصول إليها، فوصل إلى معلومات لا نستطيع. فبين فيه الأثر العربي بعد طلوع خروج مثل ليستر هذه البريطانية، مثل مثل آسين بلاثيوس الأسباني، مثل كارلو نينلينو الإيطالي، مثل فوستنفيلد الألماني. بعد بحوثهم هذه طلعوا إلى اكتشافات جديدة. هذا بالنسبة لبدوي. بالنسبة للقبائل اللي دخلت في الأندلس، هي أكثرها قبائل قحطانية، كانت مع جيش طارق بن زياد، وكانوا قسمين، كانوا في أنا لقيت نص عجيب أذكره، واحد من القصص كان مستاء توجه، شوف يعني وين وصلت الثقافة الإسلامية في الأندلس. يقول هذا إلى أن كثير من المسيحيين، يعيب على شباب المسيحيين أنت يا القسيس، هذا قد تسموا بأسماء عربية على نصرانيتهم، وقلدوا جيرانهم المسلمين في إقامة بعض النظم الدينية، فاختتن كثير منهم، الختان صار عندهم يعني ثقافة، لأنهم أكبر شعب مثقف المسلمين، وصاروا وفق رسوم الوثنيين يعني المسلمين في أمور الطعام والشراب. ويقول هني فلا نكون حين ذلك لقوم يجعلون من الحيوان معبودا يعبدونه، وأن لنا أن نجد في أيامنا هذه أي علماني مثقف، علماني طبعا يقصدون هناك للتعليم اللي هو الدنيوي، مو التعليم مو العلماني بالمفهوم اللي الحين. يقول واهتم بالنظر، لعد ما عاد يعني يهتمون في النظر في مؤلفات آباء الكنيسة، ومن ذا الذي أوتي من الحماسة والغيرة ما يثير في نفسه الرغبة في قراءة مؤلفات المبشرين بالإنجيل، وإن شبابنا المسيحيين
برغم تكلفه من اللطافة والكياسة وحسن البيان وطلاقة اللسان، إنما كانوا يسترعون الأنظار بحسن هندامهم وحسن تصرفهم وبتشبعهم بالبلاغة العربية. نراهم يتناولون كتب الكلدانيين عن المسلمين ويطالعونها بلهف ويناقشونها في حماسة وغيرها، ويشيدون بذكرها ويمتدحونها بكل ضرب التنميق في اللفظ وحسن البيان، وعلى حين أنهم لا يفقهون شيئا من جمال الأدب الكنسي، ثم يحتقرون الكنيسة التي انتساب إليها من الجنة. وأسفا، لقد جهل المسيحيون نظم شريعتهم، وأصبحت الأمم اللاتينية لا تعير لغتها تماما، حتى لا تكاد تجد في جماعة المسيحيين كافة رجلا من كل 1000 رجل يستطيع أن يستفسر عن صحة صديق بعبارات واضحة جلية، وأنت واجد بين جمهرة السوق والعامة، أشخاصا لا يحصى عددهم يحيطون إحاطة تامة بالعبارات الفصيحة التي خلفت اللغة العربية في عصورها الذهبية، حتى لقد استطاعوا أن ينظموا القصائد المقفاة، تلك القصائد التي تجلى فيها أسمى مراتب الجمال، بل كان بعضهم أمهر من العرب أنفسهم في قرض الشعر. يعني هذا القسيس مستأن شباب النصارى في إسبانيا، الشاطر فيهم اللي يجيد العربية لا ويقول شعر باللغة العربية الفصيحة، ولبسهم لا وما يكتبوا، وإنما خذوا حتى عادة الختان اللي عادة دينية في إنهم لا ترحنا، يعني شفت شو إحنا عيال معين أنا يسمونه الإنجليزي، يقول أنا ما أعرف يسمونها بالعربي، وهو يعرفها طبعا بالعربي بس يعرف إنه عارف إنجليزي يعني. فوصلوا هالمرحلة يعني، كان مستعين الأوروبيين إنهم وصلوا مراحل إن هذا حتى هذا القسيس مستاء يعني، يقول قام يقلدون العرب كلامهم شعرهم يحفظون الشعر، بل وينظمون الشعر المقفى كذلك، ولا يتكلمون اللغة اللاتينية لغة آبائهم أجدادهم، ولا يهتموا برسوم دينهم. فوصل مرحلة من الثقافة أن الواحد كان يعني اللي يجيد العربية أو يعيش حسن في الثقافة العربية هو مثقف كبير يعني في عصره. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكر أخوي مهنا على هذه المحاضرة القيمة الشاملة الكاملة حقيقة اللي نورتنا فيها عن محمد حجي بن السعودية، حجي العنزي بن السعودية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أستاذ مهنا هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائن خلاف على منهاج النبوة 30 عام أو 40 عام، وكائنا ملكا عضوضا أي ملك بني أمية، وكائنا ملكا جبريا أي عسكريا، وكائنا ملكا وكائنا خلافة على منهاج النبوة. لا شك أن الدولة الأموية استمرت 100 عام، وطبعا الدولة الأموية في الشامية وليس الدولة الأموية في الأندلس، بل استمرت الدولة الأموية في الأندلس، يعني أبناء موسى بن نصير وصلوا إلى قرب باريس، نعم. آخر معركة عبد العزيز بن موسى بن نصير، نعم. فقامت يعني أوروبا على المنهج التجريبي، نعم. ولا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح أولها، نعم صحيح. يعني انتشرت الدولة في عهد الدولة الأموية، والقادة كانوا فيها عرب، نعم. القادة يعني بعد ذلك دولة مرت 600 عام، نعم. يعني قام دخل فيها العنصر العجمي، فصارت بينهم يعني حروب وأمور يعني معروفة، استمرت 600 عام. فالقادة العرب كانوا يعني من سمرقند أو من بخارى إلى آخر يعني إلى باريس إلى باريس، نعم. يعني هناك البعثات التي كانت تبعث من أوروبا إلى الأندلس خصيصا يعني إلى قرطبة بالأخص، كانت يعني قرطبة يعني كانت مقر للعلم، هل هي بعثات يعني من أبناء النبلاء الحكام أم من الشعب؟ يعني هل يعني أبناء الحكام الذين كانوا كرسالة جورج الثالث لهشام الثالث نعم، هل يعني وهو من أبناء الأسرة وليس من الشعب يعني الشعب؟ نعم، بس لا كان الوفد في 700 طالب، اي نعم، يعني لا يستبعد ان في بعضهم قد يكون المقربين للاسره نفسها المالكه الاوروبيه، اي نعم. عموما يعني هو ما في مشكله يعني لما التعليق. احب اقرا لك جواب الخليفه الاندلسي، إيه؟ انت مليت انك تقراه، لما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين وبعد، إلى ملك إنجلترا وكويسيا واسكندنافيا، إيكوسيا، اطلعت على التماسكم فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب الشأن، وعليه نعلمكم أنه سوف
ينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين. حلو. دلالة على مودتنا لشخصكم الملكي. هذا يعني سؤال بالنسبة. نعم لي. يعني حتى البعثة أنا ما توسعت، حاول أقتصر. البعثة على حساب المسلمين طبعا. يعني عقب ما أرسل جورج الثالث رد عليه هشام الثالث قال له والبعثة اللي بعثتها أنت راح تصير على حسابنا، يعني راح تصير على حساب بيت المال المسلمين، راح يتعلمون. المفاجأة مو كذي، جزء من الطلبة كبير أسلم وقعد في الأندلس ما رد لها له. أنا ما جبتها طبعا كل معلومة، هذا أنا حاولت أقتصر يعني. فإيكوسيا ملك إنجلترا وإيكوسيا، الاسم القديم لسكوتلندا هو إيكوسيا. لما تسمع يقول لك ملك إيكوسيا اللي عاصمتها أدنبرا، عاصمتها الآن هي عاصمة إيكوسيا. إيكوسيا تحول اسمها فيما بعد إلى اسكتلند، أرض اسكتلنديين يعني يسموهم الإنجليز. هي إيكوسيا يعني ما أطلق اسم اسكتلندا إلا قريب، يعني مثل بروسيا كان اسمها 1078 أغلب الوقائع الألمانية كان اسمها بروسيا، الآن سمته ألمانيا. تفضل. كل الشكر لك محمد. أنا عندي استفسار، ذكرت 150 مليون من الهنود الحمر. نعم 150 مليون. نعم 150 مليون خلال ثلاث قرون. 150 مليون ثلاث قرون. ثلاث قرون 150 و60 مليون من الأفارقة اللي كانوا يموتون يأخذونهم بالهجرات في أمريكا الشمالية. إيه 60 مليون قتلى الزنج. إيه في الأمريكتين. 150 مليون في أمريكا الشمالية. 150 مليون نعم مو 15 مليون 150 مليون و60 مليون من الزنوج اللي خذوهم من أفريقيا. موضوع الاستشراق، موضوع الطباعة أوائل من الطباعة العربية. إيه الطباعة الله يسلمك. كانت في ألمانيا أو في البندقية. المشهور في التاريخ أن غوتنبرغ هو اللي اخترع الطباعة. إيه. لكن وجدنا نص في كتاب الحلة السيوراء لابن الأنبار الأندلسي أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر اللي هو الثالث. في عبد الرحمن الأول الداخل وفي الأوسط وفي الثالث. عبد الرحمن الناصر اللي أعلن الخلافة الأموية في الأندلس اللي حكم 50 سنة. يذكر في الحلة السيوراء ابن الأبار في ترجمته يقول وقد أصدر في النص هذا، وقد أصدر الخليفة الناصر مرسوما مطبوعا مطبوعا. لقينا هالكلمة موجودة في الحلة السيوراء. فهل كان عندهم آلة طباعة أقدم من قبل غوتنبرغ؟ احتمال. أنا لقيت نص في كتاب الأذكياء لابن الجوزي. ابن الجوزي مات 597 هجري. يقول صاحب النص، طبعا الجوازات عارفينهم طبعا قبل ما تطلع من البصرة أي منطقة حدودية أو ميناء إلا معك جواز، والجواز هو صك المسافر يسمونه. جوازات ما تطلع بأي واحد يعني، خاتم مش كذا ما عندك فيزا بعد صايب زين. فيذكر ابن الجوزي في الكتاب الأذكياء يقول فسمعنا، يقول النص كذي أنا ياليتش من جايبة، يقول فسمعنا صوت البرادة، يقول ثم علمت أن البرادة لا تعمل في الشتاء. النص هذا خطير يا جماعة، ما حد انتبه له. عارفين أن في برادات، واللي شكك أكثر في الموضوع يقول أن البرادة إحنا ما نشغلها بالشتاء. معناها شنو؟ أنهم يشغلونها بالصيف، الشتاء ما يحتاجون ماي بارد فما تشتغل ولها صوت. فلما سمعت صوت البرادة، والبرادة لا تعمل في الشتاء، لا تعمل في الشتاء يقول، إذن هناك برادة وهناك لها صوت وهم يشغلونها بالصيف عشان يبردون الماء. النص هذا مع الأسف ما 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 يعني ما لفت نظور أنظار العلماء مع الأسف. أنا ودي أنه يبحث في الموضوع هذا يعني. استاذ هذا يعني نقرأ بعض البطر وبعض الأمراء الأندلس كل قوة إسراف. إيه بطل يعني التبذير الكثير لبعض. شيء طبيعي هذا يعني، يعني واحد عنده فلوس وبيريع على نفسه خليه يتوسع إذا هو ظالم المسلمين. يعني لا لا أسباب السقوط حرب السرداد استمرت 800 سنة. 800 سنة كان يقاتل المسلمين. 800 سنة عفي عليهم المسلمين اللي صاموا 800 سنة يعني. أشكرك جدا على هذه المحاضرة القيمة، ونحتاج إلى أكثر من محاضرات. أنا والله حاولت أختصر حيل يعني كثير كثير اختصرت. عارفين أنك اتصلت لأنه مليان. هلأ على ذكر البرادة. نعم. أيضا هناك معلومة لم ننتبه لها نحن أيضا.
هذه الفندنج ماشينز، محل ما بنشتري الكولا والهاي بالفلوس، هذا من القرن الثالث عشر في كتاب الحيل الميكانيكية. نعم. لابن الجزري. ابن الجزري. وكتاب نعم. الحيل لأبناء موسى بن شاكر كذلك. نعم في موسى. ذكروا ذلك. نعم. بس هذه من الجزري، في عنده كان عامل آلة يضغط عليها ولعبة بشكل لعبة تخرج من الصندوق وبيدها كأس النبيذ وتقدمه على يدها حتى الفوطة. نعم. لمسح الفم. نعم. هذا بس يعني أنا تذكرتها لما تكلمت عن البرادة. ساعة بن جبير وكلامك على متم، أنا شفتها بعيني ساعة بن جبير. بن جبير لما زار الشام في رحلته ذكر أن الساعة خربانة ما حد عرف يشغلها، ففيها الآن أنا شفتها بعيني السنة اللي طافت، مسوين معهد أو متحف في مصر 6 أكتوبر وجايبين الساعة ومشغلينها الآن، يعني ساعة اللي شافها بن جبير خربانة شغلها في مصر. نعم. فموجودة. الشغلة الثانية ذكر في الحلية السراء يقول لك إذا صار يوم الجمعة لازم فيه قراءة القرآن قبل خطبة الجمعة، يقول عندهم كبت صندوق يضرب الدقمة، يقول في مثل الزر يضربونه تفتر ويكون واحد حاط يدينه هالشكل له المصحف، يطلع يدين ثنتين يقدم لهم المصحف فيأخذه القارئ ويقرأ فيه قبل الصلاة، فإذا قرب المؤذن يصعد لإقامة الصلاة حط المصحف وضرب الزر فيترد إلى الدخول للصندوق هذا. الشغلة الثانية الساعات هذه معروفين فيها. الشغلة الثالثة مالت الإمام القرافي الأصول الكبير، يقول وجدت آلة حطوطة عند السلطان حتى تنبه صلاة الفجر، يقول لكني لم أستطع أن أخليها أتكلم، لكن يقول إذا حلت صلاة الفجر يطلع تمثال مسوي هالشكل وعيونه تصور حمر حتى يعرف السلطان أنها حلت صلاة الفجر، يقول لكنني لم أستطع إخراج الصوت منه. وذاكرها في كتابه نفائس الأصول في شرح الأصول. الأصول كتاب كان أصلا هو كتاب الإمام الغزالي اسمه مستصفى، فقام الإمام فخر الرازي واختصره في كتابه المحصول، فجاء الإمام القرافي وسماه نفائس الأصول في شرح المحصول. في كتابه نفس نفائس الأصول ذكر هذه اللي يقول أنا شفت مثال لكن ما استطع، يعني عجزت عني يطلع الصوت، لكني استطعت إني أطلعه وخلي واحد يسوي هالشكل وعيونه تغير إلى أن تصير حمراء عارف موقت الصلاة، لأن كل ساعة من ساعات الليل يتحول لون العينين إلى لون معين، فإذا صارت حمراء عرفت أنها وقت الصلاة، فعملت للسلطان لكنني عجزت عن أن أستطيع أنه يتكلم. السؤال الثاني، حضرتك ذكرت أنه عن العملات في السويد. نعم. المعلومة اللي أنا بعرفها، يعني بحب أخذ من عندك إذا العرب وصلوا هناك أو لا، وين ممكن ألاقيها؟ والله قاريها من زمان، لكن أنا اللي بعرفه أنه طبعا كانت خراسان في عندهم الفضة، مع شو بسموهم العملات يعني مناجم الفضة. إيه طبعا. وكانوا يعملوا يعني كانت العملة أكثرها من فيها من الفضة. نعم. فكانوا يأخذوا العملة لأنها بكثرة الفضة، العملات الفضية إلى البلغار، إلى نهر الفولغا. الفولغا البلغار مو قصد فيها بلغاريا الآن. نعم. البلغار هي روسيا الآن. الفولغا. نعم. اللي هو الفولغا. نعم. فكانوا يسموهم البلغار، فيأخذوا هذه العملات المسلمين ويأتي الروس من الضفة الأخرى ويضعوا الفيراء والسماور وإلى آخره، ويجدوا وبعدين العرب المسلمين يأخذوا البضاعة ويضعوا ثمنها بالفضة ويأتوا بالليل ويأخذوا الفضة إلى بلادهم. هما وبقولوا كانت النساء كان أحدهم التجار هذولا يتباهوا بأخذ العقود هذه، يعني لبسوها لنسائهم كحلي تورجي على مدى ثروتهم. فأنا بحب أعرف إذا هم وصلوا هناك أو لا. اللي بعرفه كان تبادل نسميه بارتر، بعرفش بعدين لا حتى الغرناطي في رحلته المقايضة تكون. نعم. حتى الغرناطي ذكر لما راح روسيا. نعم. وجدتهم يتزلجون، فهو الواحد ذكر التزلج على الجليد.
نعم. بعدين في كمان نقطة ثالثة، معلش رح آخذ من دور الباقيين. في بالبلاط اللي في صقلية، طبعا احنا بنعرف انه القرن التاسع كانوا يعني الفاطميين وصلوا الى صقلية من المغرب من تونس، نعم الى صقلية، وهناك بعد ما اجوا النورمانديين ابقوا العرب وكل الحضارة العربية، وكان في بلاطهم الشعراء والجغرافي الإدريسي واظن الشاعر ابن حمديس، ابن حمديس اللي وصف الأسطورة كان هناك في البلاط. فكانوا حتى النورمانديين اللي من عندهم من صقلية انتشرت الثقافة العربية إلى إيطاليا، كانوا هم محتضنين الحضارة الإسلامية وبالفن أيضا السيراميك وغيره. شكراً لاستماعك. شكراً. نشكر الجميع على هذا الصبر على هذه المحاضرة، وإن كانت لا الموجود لا ان شاء الله موجودين في الخارج، ان شاء الله نكمل اللقاء ان شاء الله. يلا مشكورين، حياكم الله. حياكم.